بدري بدري وقبل ختام الدوري الطويل، لو في حاجه مبهجه بجد في الدوري الموسم ده وكانت اكبر المكاسب فهي عوده الجماهير للمدرجات. جمهور الكوره عمل حس للدوري الموسم ده، خلانا نشوف متعه اضافيه للكوره، وساعات كانت المتعه الوحيده. جمهور حقيقي رايح يستمتع ويشجع فريقه، جمهور فاهم وعارف ازاي يساند فرقته وهي كسبانه وهي حتى خسرانه. احلى حاجه في الكوره انها تبقى زي حفله نروح نستمتع بيها، ما هي لعبه صحيح فيها تنافس بس تنافس رياضي في الروح الحلوه. خلونا دايما فرحانين بوجودكم في المدرجات، وسيبوكم من المناوشات والحاجات اللي بتقلل متعتنا باللعبه. احنا جمهور الكوره اللي ملوش مصلحه ولا هيبقى ليه.